في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قام فريق التوعية والوقاية ضد مخاطر الحروق بمؤسسة أهل مصر للتنمية بحملات لتوعية المواطنين. وقامت المؤسسة بتوعية أكثر من 500 مستفيد ضمن قافلة ستر وعافية بقرية ستس الأمراء بمحافظة بني سويف. وأيضا تم استلام طلبات العلاج من الناجين من حوادث الحروق للبدء في إدراجهم بقوائم العلاج.